مرت بسماء فريق شبيبة بيجايا لخمس جولات كانت عابرة بعد فوز كان في الانتظار وأمام أهل البرج الذي مر بأزهى الأيام منذ قدوم المدرب عزيز عباس. آلة البرجية توقفت روما الأداء الرائع بملعب الوحدة المغاربية، فبعد أخطر فرصة للمحليين برأسية ميباراكو في الدقيقة السادسة، بالقرفي رد عليه ثلاث دقائق بعد ذلك بعد خطأ في المراقبة وسط الدفاع بيجايا. الهدف الوحيد في اللقاء سجله اللاعب ميباركي، المخالفة نفذها حاجي الذي لعب لأول مرة أساسيا، ورأسية ميباركي سكنت في شباك الحارس نيلي. كان ذلك في الدقيقة 17 من الشوط الأول. ورغم الأخطاء المتكررة بدفاع الشبيبة إلا أن بلقرفي والرفقاء لم يحسنوا استغلال الفرص الكثيرة. كما نقولوا الشوط الأول في المستوى، فريق الشبيبة بجاية عاد الهدف اللي سجلوه عن طريق مخالفة ما داروش حاجة كبيرة، ضيع رايحين نوليو إن شاء الله في المقابلة. خلال المرحلة الثانية حاول هجوم البرج استغلال ثغرات دفاع الشبيبة، وكادت أن تفعلها رأسية مصفر التي استقبلت كرة بالخير من الجهة اليسرى للحارس سيدريك. المعركة التكتيكية كسبها أشبال المدرب عباس بفضل تجربة لاعبيه أمام تشكيلة بجوية شابة تفتقد للخبرة الكافية في ظل غياب بعض اللاعبين أمثال زرارة، ميغاتلي ونياطي بفعل العقوبة والإصابة. اللقاء انتهى بفوز الشبيبة بعد طول انتظار، والحكم غربال كان في قفص الاتهام لأنه أخطأ وأصاب.